تحية طيبة وأهلا بكم. تميز الطقس هذا اليوم بمخفف طفيف للضغط الجوي يهم مجالاتنا البحرية، وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كانت السماء صافية فقليلة السحب على مناطقنا. توقعاتنا جوية لما بعد الظهر: على سواحلنا الشمالية طقس صافي قليل السحب، رياح غربية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 وتصل مؤقتا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. بشرق تونس رياح شمالية شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتصل مؤقتا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. بخليج قابس رياح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب، أما الرؤية فتتراوح من 4 إلى 8 أميال. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل الطقس قليل السحب على مجالاتنا البحرية. بسواحلنا الشمالية ريح غربية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 مؤقتا 25 عقدة والبحر قليل الاضطراب فمضطرب. بشرق تونس ريح شمالية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة ثم تتقلص آخر الليل لتصل إلى 10-20 عقدة والبحر مضطرب فقليل الاضطراب. بالنسبة لخليج قابس تكون الريح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب، أما الرؤية فتنخفض تدريجيا من 8 إلى 4 أميال. توقعاتنا الجوية المنتظرة اليوم الغد إن شاء الله: طقس قليل السحب على مجالاتنا البحرية، الريح من القطاع الشمالي ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الجنوبي من 10 إلى 20 عقدة بسواحلنا الشمالية، أما الرؤية فتتراوح من 3 إلى 8 أميال، البحر يكون قليل الاضطراب. بالنسبة للشابة وخليج قابس يتواصل طقس قليل السحب، ريح من القطاع الشمالي كذلك سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ورؤية تتراوح من 3 إلى 8 أميال. بالنسبة لحركتي المد والجزر: بميناء صفاقس 45 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و29 دقيقة، ومتر و60 سنتيمتر على الساعة 2 صباحا و29 دقيقة. بميناء قابس 51 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و16 دقيقة، ومتر و97 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل و34 دقيقة. بميناء جرجيس 29 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و33 دقيقة، و99 سنتيمتر على الساعة 2 صباحا و41 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.